ليش هذا الهجوم الكبير على سامي في فترة تدريبه لنادي الشباب؟ أليس من الأولى أنه كنت تكون داعم؟ والله النتائج اللي خلتني حتى تقابلت أنا أبو عبد الله وقتها يعني كان عتبان علي يعني قال تحضني في اللفة وتضربني في السكة أبو عبد الله الأمانة ترى سامي رجل طيب يعني الناس يعني إنه ينظروا له أنه بياخذ في كل حاجة مثلا وخش تدريب ورأي هو عنده طموح سامي عنده طموح حتى في بدايات المنتخب مع بعض يحب يعني يكون مختلف يحب انه يثبت يعني كان طريق قدامه ممكن في التصفيات احنا كنا فيها كاس العالم 93 يعني كان في ماجد حمزه بيلعب هم على طول ما ايس لعب مباراه المغرب سجل بلنتي في له تاريخ طيب ما وصل لهذا انك هاجمته ها ندمت انك هاجمته لا والله انا اللي بخاطري اقوله انا لكن يا اخوي سامي اخوي واخوانا كلهم اصدقائي يعني طيب بس